بنصبح على حضراتكم مره تانيه. دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقايه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل الدفء على السواحل الشماليه ومائل الحراره على جنوب سيناء وشمال الصعيد، هو حار على جنوب الصعيد ايضا. بالليل الطقس هيكون بارد على اغلب الانحاء، وفي النهارده فرصه لسقوط امطار خفيفه على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعه، ونشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، ورمضان كريم على الجميع يا رب. على الجميع يا رب. طيب اخبار الطقس النهارده ايه، خصوصا ان احنا اول ايام شهر رمضان، وامبارح بالليل الجو كان برد جدا، يعني ما كانش فيه رياح لكن كان فيه يعني جو كان فيه سقعه شديده جدا امبارح. دكتور منار. الو. ايوه حضرتك معانا، اتفضلي. بقول لحضرتك اخبار الطقس ايه النهارده، خصوصا ان امبارح بالليل كان الجو برد جدا، فالنهارده الطقس في اول ايام رمضان هيكون ازاي؟ احنا مع حضرتك على الهواء، اتفضلي. هو طبعا طبيعه الفتره دي من السنه دايما التباين والاختلاف الكبير في قيم درجات الحراره بين النهار والليل، ودايما لما بتكون مصادر الكتل الهوائيه الصحراويه فتره النهار بيكون فيها دفء بشكل كبير، فترات الليل بيكون فيها بروده، يمكن بروده شديده خاصه كمان في المدن الجديده او الاماكن اللي بتكون مفتوحه بشكل كبير. يمكن احنا نوهنا في نشراتنا ان اعتبارا من اليوم هتبدا ارتفاعات تدريجيه في قيم درجات الحراره، لان من اليوم هيبدا تاثرنا بالكتل الهوائيه الصحراويه، الكتل الهوائيه الصحراويه دي هتاثر في معظم محافظات الجمهوريه، وكمان هيكون امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس. فاليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 24 درجه مئويه، وده بارتفاع درجتين عن الامس، فالطقس هيظل طقس شتوي دافي فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري محافظات شمال الصعيد، مائل الدفء على السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، ما بين حار الى مائل للحراره في المناطق الموجوده في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون فتره النهار وتحديدا تحت الظهيره مع شده اشعه الشمس. العكس تماما هيحصل فترات الليل، طبعا مع غياب اشعه الشمس بيكون انخفاض درجات الحراره، الجو بيكون بارد في معظم الانحاء، وخاصه كمان زي ما قلنا في الاول المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبروده اكتر، خاصه كمان ايام اللي هيكون فيها نشاط للرياح، يمكن الليله الماضيه كان كمان في نشاط للرياح خلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره جداً. اكتر. بالظبط، هو دايما وجود نشاط للرياح وبيحصل دايما فتره المساء وساعات الليل يخليني احس بانخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير. الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال الايام اللي جايه، وبتظهر طبعا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي انخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر. ذروه الارتفاعات في قيم درجات الحراره حضرتك قلتي من بكره وبعده صح؟ بالظبط، الثلاث والاربع هيكون هم ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره. العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 27 و28، يمكن كمان توصل ل 29 درجه مئويه خلال فتره النهار. فبكره وبعده بس الاجواء هتبقى اجواء حاره بشكل كبير في معظم المحافظات، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، الاحوال الجويه مستقره لكن فيها ارتفاع كبير في قيم درجات الحراره، لكن ايضا نوهنا ان نسب الرطوبه منخفضه، انخفاض نسب الرطوبه ما يخلينيش احس بالارتفاعات الكبيره في قيم درجات الحراره طبعا. فانا لو احتميت اماكن ظل ولو كنت موجوده في الاماكن يعني المقفوله مش هحس بارتفاع قيم درجات الحراره، انا هحس بس بارتفاع قيم درجات الحراره لو انا بتحرك تحت اشعه الشمس. ومع يوم الخميس مره اخرى تعود درجات الحراره للانخفاضات التدريجيه، يمكن ترجع ثاني 24 و25 عظمى على القاهره الكبرى، مع بدايه الاسبوع اللي جاي نعود للمعدلات الطبيعيه، فهو بس هنحس بالارتفاع الثلاث والاربع، ومره اخرى قيم درجات الحراره تنخفض بشكل تدريجي. مهم جدا بس مش عايزين كمان نقلق الناس ونقول ان هو الارتفاع ده ممكن ياثر عليهم في الصيام وهم نازلين شغل، لان طبعا حضرتك بنقول ان نسبه الرطوبه مش عاليه قوي، فمش هنحس بالارتفاع ده بشكل كبير يعني. لا احنا مش هنحس بالارتفاع بشكل كبير زي فصل الصيف طبعا. لا طبعا. تماما. نسب الرطوبه منخفضه، حتى كمان قيم درجات الحراره
يعني بالنسبه لدرجات الحراره احنا بنسجلها في فصل الصيف او السنوات الماضيه في شهر رمضان الكريم هي اقل طبعا من قيم درجات الحراره، فمش هنحس. خاصه كمان زي ما قلنا تاني النهارده هيكون في نشاط للرياح مع فتره المساء وساعات الليل، ده هيلطف الاجواء بشكل كبير ويحسسنا بالبروده ويحسسنا بانخفاض قيم درجات الحراره. مش مثير لاي رمال واتربه، فما نقلقش. مهم بس فتره السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، نحتمي الاماكن الظل بقدر الامكان عشان ما نحسش باي ارتفاعات في قيم درجات الحراره. مهم جدا في الفتره دي من السنه ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحراره بين النهار بين النهار والليل بيزيد بشكل كبير. بلاش نخفف الملابس، وخاصه لو هنخرج فترات الليل او فتره السحور او فترات الصباح الباكر، لان الاوقات دي كان انخفاض كبير في قيم درجات الحراره وهنحس بالبروده. فمهم جدا الملابس الشتويه على مدار اليوم او خاصه في فتره الليل تجنبا طبعا للنزلات البرد. اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 24 صور 14، العاصمه الاداريه 25 13، اسكندريه 22 12، العالمين الجديده 22 12، مطروح 20 13، دمياط 21 14، بورسعيد 20 15، الاسماعيليه 25 13، اسويس 24 13، العريش 21 10، كاترين 21 6، طابا 24 13، حلايب 28 20، شلاتين 26 19، شرم الشيخ 27 17، الغردقه 26 16، الفيوم 26 11، بني سويف 26 11، الوادي الجديد 32 14، اسيوط 28 12، سوهاج 31 13، قنا 32 14، الاقصر 32 15، اخيرا اسوان 33 16. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس النهارده، يعني يعتبر الطقس النهارده مستقر بشكل من الاشكال، لكن بالليل الجو بيكون برد، وبكره وبعده في ارتفاعات في درجات الحراره. نخلي بالنا ونشرب كميات ميه وافيه بعد الفطار علشان نقدر ان احنا لما نتعرض لحراره الشمس ما نبقاش تعبانين في الصيام. انا هرجع مره ثانيه لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم في غرس واخر يا مصر. شكرا لك يا ديما.